السلام عليكم، معكم قناة جيمنج روبلوتس. لايك وشير وسبسكرايب، تكتبوا الكومنت. اليوم راجع لكم فيديو جديد، حلقة 16 من سلسلة كارير مود. عندنا مباراة ضد ديبورتيفو على فيس، بس عندنا رسالة من فرانشيسكو إيسكو، خرد عليه. أنا فخور بك، سلك وياه بدون ما أدري السؤال، بس أشوف لك جفوفة وسلك وياه. درب لاعبين قبل المباراة AAMBDC. أوكي الديبورتيفو أرابيس، أنا في إيسكو يقول أنا في جاهزية مؤخرة، وسمع مني على ما يرى من ذا أرجس، أرجو لا أجلس على مقعد الاحتياط في المباراة ضد أرابيس. هناك مباريات أهم قادمة. يلا على المباراة، على ملعبهم مباراة، فراح تكون مباراة قوية وصلبة. دخل صلبة ما أدري. والله عاد خلاص ما لعبنا إيسكو صرنا وايد، بس راح اللعبة. والله بس خلاص إيسكو نبيك، قصدي جارث بيل. على المباراة ان شاء الله فوز، ان شاء الله فيها فوز. جارث بيل رد من الإصابة، لعب عدل للحين، عنده إصابة، بس هذا جارث بيل الولزي. كريم على المباراة. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان وسط هذه الأجواء المثالية في كرة القدم. معكم محدثكم فارس عوض، وسأكون معكم من خلال هذه المباراة لحظات تفصلنا عن هذه المباراة في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني، حيث سيكون فريق ديبورتيفو ألافيس هدف الدقائق الأولى، يشعل الأجواء، يفتح المباراة على كل الاحتمالات. هدف الآن راح يزيد الحذر، راح يزيد الحماس. الله على البداية. مباراة تجمع بين فرق المقدمة، فرق تقدم مستوى ممتاز في هذا الموسم، فرق تتواجد في مراكز متقدمة في جدول الترتيب، فرق تريد أن تقول كلمتها في مثل هذه اللقاءات. ريال مدريد يفقد الاستحواذ الآن. خواكين نافارو مارسيلو ركز، لكن في موقف سليم في هذه اللقطة. مارسيلو، توني كروس، انطلاقة هجومية لريال مدريد. حلو التدخل واعتراض الكرة. غط. كانت فرصة للتسجيل لكن فيها لا معتمدين على جات مارسيلو. لاب مارسيلو إيسكو طلع جارث بيل، أول لمسة حقه يلمسها جارث بيل. بيل بيرسل الكرة عرضية، يخرج الكرة خارج الملعب، وضرب ركنية. هلعب يرفع جارث بيل، ركنية إلى داخل المنطقة. هنا يعرفوا ورا إيسكو يتقدم للأمام. شوت، تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز. ليش تعور بجين؟ الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. حاط يده على شتفه. إصابات. بس إصابات. لا. قد تكون هذه الفرصة. ولد، ترى، ما بيجي، أوهو،
تصدي من حارس المرمى. بيلعب الكرة الوسطى 18. تنفيذ سيء للضربة الركنية بتروح مباشرة للخصم. مارسيلو توني كروس عند الكرة في مكان خطير. توماس بينا الأمطار تتساقط الآن على ملعب المباراة، وعلى الرغم من أن الملاعب حديثة وتجهز لمثل هذه الظروف، لكن الأمور راح تكون صعبة على المدافعين، تحديدا أن الكرة راح تكون مخادعة، ممكن تكون أيضا بطيئة في حركتها في أرضية الملعب. أليكس فيدال هنا في مكان خطير، كيف راح يتصرف فيها؟ عند الفرصة في هذه اللحظات، محاولة للوصول إلى المرمى. توماس بينا كرة باتجاه المرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. ركنية في المنتصف، ركنية ضعيفة لم تعبر رجل الدفاع الأول. إسكو روح فينيسيوس، فلان شكو ذا روح فينيسيوس لعب فلان كرة في مكان خطير. فلان فرصة للتعادل. ايوه قاري ايوه يا قاري يرجع باول مباراة حقه التحول في المباراة. فلان فلان سمع السيست اي حماس والله سيست حلو. اي توقيت اي لقطة اي عودة يا رب. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. لا 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 بيعدي بالسهولة. يمكن التقدم الآن. لا لا يا لعيب يا مجنون يا فنان يا أخي، أنت كيف تلعب؟ هم اثنين هنا كيف تلعب؟ كيف تخليك مني؟ ريال مدريد يتأخر الآن. الوقت بدأ الضايع دقيقتين فقط. بس صفر صفر خلاص. كنت كفا أحد يطلع أحد يطلع ما سلم. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. النتيجة 2-1 مع نهاية الشوط. بس مفروض 1-1 الجول كورتوا. تتواصل الأمطار مشاهدينا متابعينا مع انطلاقة ضربة بداية لشوط المباراة الثاني. فينيسيوس كذ ركض جونيور جونيور حلو حلو حاولت حاولت ورا 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 عبد فولد رافائيل فاران توبي ألدرفيلد راموس توني كروس إسكو. كريم كريم كرة بتذهب لكريم بنزيما. فريق الخصم بيخلص الكرة يا بنزيما. والآن نستعرض أمام حضراتكم مباراة أصحاب الأرض القادمة ضمن منافسات الدوري الإسباني الليغا سانتاندير. على الشاشة نشاهد لقاء الضيوف القادم ضمن منافسات الدوري الإسباني في الليغا سانتاندير. كريم يتقدم بشكل ممتاز. ممكن سلك العرضية خطيرة. المدافع يخلص الكرة على الأطراف. أوكي ليش طاح؟ المدرب يقرر إخراجه من الملعب بعدما قدم كل ما لديه وظهر بشكل مميز. مستوى كبير يجعله يخرج وسط تحية الجماهير التي تقدر له كل ما قدمه في الملعب. توماس بينا فرصة لكرة مرتدة سريعة. ما نبي خسارة. ما نبي نخسر، ما نبي خسارة. يا سلام، انظر إلى هذه التمريرة. ماذا سيفعل؟ غلط عادي كافخال. الله، هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا، لأن الوقت ما زال كافي للعودة. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. وكذي المهارات يا فينيسيوس. ما زالت الكرة مع نيمار. إيه كذي الباصات. قطع للكرة في الوقت المناسب.
تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. يا ويا نيمار يظهر قوة في الاحتفاظ بالكرة. ماتياس في سينو. سينو. تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الاطراف. هنا لا 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 ويمسك بالكرة. ريال مدريد اوه ممكن يلعب لك كره عرضيه الان. عند الامكانيه هنا. الله على قطع الكره. دفاع ممتاز في هذه اللقطه. كريم والله نيمار حلو. فرانشيسكو اسكو بينيه جميله من اسكو. انفع اسكو 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 لا اسكو التصديم اسكو تنتهي الخطوره. راح لك راح لك هذا رمية تماس للميرينجي. تغيير غير عادي. اللاعب كان غير عادي في هذا اللقاء. اعتقد سيقلب حال المباراة في الدقائق المتبقية. توني كروس. اسكو. راح. تصويب لتقليص الفارق. اوه. خسارة. الآن 10 دقائق فقط تفصل عن نهاية المباراة. خسارة ضد دوبرتيفو ألافيس. بوركي. قد تكون هذه الفرصة. والله يعني أخطاء بالدفاع. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. سوء تمركز. أضاعوا الكرة. لا لا. لا عاد مو الرابع مو الرابع. يتجاوز الدفاع. حلوة الكرة بينية. يكسر فيها المدافعين. مدريد. الله عليك الله عليك حطه في المرمى حطه في مكان. الكرة الجميلة لمسة ولا أروع نهاية ولا أجمل. هاي برأيي بأن المباراة حسمت لأن الفارق في الأهداف كبير جدا وأعتقد أن خلاص المباراة اقتربت من النهاية. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. دقيقتين تفصلنا عن صفرة النهاية. توماس بينا في هذه أخطاء الكل. ولكن يطلعوني بتروح. جارث بيل. الكرة بتروح من ريال مدريد. يا لعيب شوف كيف يتخلص يا فنان. المباراة اسكو يتقدم للأمام. خسارة. خلاص صح. برشلونة لعبوا ضد اتلتيكو مدريد اللي المركز الثاني واحد صارت وخسرنا. لعبوا بطريقة أحسن. أنا لابس نفس السؤال. لاعب جيد الحق والله ما أعرف أفريد بس شكرا. عندنا الحلقة يا المباراة. الفريق ردي راح يلعب يوفيتش. شفت من طريق يوفيتش اكيد يبي يلعب. هذا انت كم جايبته؟ هذا 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 في الحلقة الجاية راح تكون عندي مباراة ضد منو ضد منو؟ ضد اسبانيا راح اخذها محاكاة راح اعطي فرص حق اللاعبين الصغار. فا لا ايه تعافى تعافى ما لعبت المباراة الجو عادي. ارى انك عدت الى الفعالية. نقبل قد رد لمن يقرفل. ايش رايكم؟ ايش رايكم ناخذ المحاكاة؟ يلا محاكاة. فوزي. اوكي شباب اتوقع مني وصلنا لنهاية المقطع. كان معاكم اخوكم غراد جيمنج جروب. لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب. Thank you.